ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لي أن أشكر لله. لقمان، حصل نقاش بين السادة العلماء هل هو نبي أو رجل صالح حكيم. الراجح طبعا هو أنه رجل صالح حكيم، ماشي النبي. ذمذان هما كنا غادي يحكي ربي فياض دارجاز، يفكاس ربي الصواب، يفكاس ربي الحكمة، يفكاس ربي الميزان، يفكاس ربي الإخلاص، يفكاس ربي الإيمان، يفكاس ربي الشغلاكي. لقمان يرنا لا نبحث أين دينار ربي فيها حكمة. بالمناسبة ما لم يذكره الله ولاش ديك الحواجارة والحواجارة من السهين. ربي سبحانه يريد أن يصرف أذهاننا لا إلى معرفة الأشخاص ولكن إلى أخذ الدروس والعبر من الحوادث. ننظر ماذا يحصل كما حصل مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر في القصة المعروفة الطويلة في سورة الكهف. ربي سبحانه يفكيس الحكمة، والحكمة في حد ذات تساقيك فغاتي ديفقنا ربي. الحكمة أراد الله أن يبرز لنا قيمة الحكمة، هي المقصد الأساس. وين ريسعون الحكمة؟ وين ريسعون الميزان؟ وين ريسعون الصواب؟ وين ريسعون العقل ذي المعقول؟ تساقيك فغربة ديني أو تساقيك غينفع عندي الدونيس ما تغب تساقيك كل شيء يروح. ونفنو الحضارة ونسقرز الشغال النغ ونسيدير ذي لهنا ونخدم ثذامسة الاقتصاد ونفنو المجتمع والو 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 ولا شي قيح. مثل الحكمة الله يبارك. أي غير سؤال المدن سمغارة زمني أمغار يجرفن يسعن الحكمة. ربي ند ذي القرآن الكريم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، سورة البقرة الآية 269. إذن سقيق لقد سنوالي مليح ذيني من ربي سبحانه ويناد ولقد آتينا لقمان الحكمة. إلا كان نركز في الحكمة، مو نركز على في الحكمة أنت نادي لقمان ذي النبي نظر شوث وفي دينار ربي سبحانه مادام وفي دينار يجاتك. الراجح لمن بحث أنه ليس نبيا ولكنه رجل صالح حكيم. أنظر شو سوى الحكمة، أنظر الدرر الجواهر شو سنت الوصايا النصايح. أراد يفك لقمان إميس ولا غين كنياك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.